ألفت فقط إلى أنه بدأ منذ قليل اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما عاد بلينكن إلى إسرائيل مجددا بعد جولة مكوكية في دول المنطقة. نناقش تفاصيل أكثر من القدس المحتلة. تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. مرحبا بك دانا. زيارة هي الثانية من نوعها في بضعة أيام فقط لوزير خارجية أنتوني بلينكن. ما الذي عاد به مرة أخرى لمقابلة نتنياهو، وما هي طبيعة ما سوف يدور؟ نعم، بعد التحية، مكتب الخارجية الأمريكي كان قد أورد في الزيارة الأولى بأن زيارة بلينكن ستقتصر على إسرائيل وعلى الأردن ولقاء يعني العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، ومن ثم توسعت هذه الزيارة للقاء العديد من الدول العربية بوزرائها ورؤسائها، ومن ثم عاد بلينكن إلى هذه الزيارة الثانية بعدما انتهت زيارته في الشرق الأوسط وفي البلدان العربية، عاد مجددا إلى إسرائيل لبحث تداعيات هذه التوسع في تردي الوضع الإنساني في قطاع غزة، لا سيما بعدم ادخال اي مساعدات انسانيه عبر معبر رفح. كان هنالك منذ ساعات الصباح يعني تحدي للاداره الامريكيه من قبل وزراء في الائتلاف الحكومي، وزراء نتنياهو، بانهم لن يقدموا اي مساعدات انسانيه حسب طلب وحسب الاتفاق الاولي ما بين اسرائيل وبين الولايات المتحده الامريكيه والجانب الاخر مصر من خلال فتح هذه المعابر. ولكن إيتمار بن غفير كان قد قال بانه يجب حتى إدخال هذه المساعدات أو حتى الكهرباء والماء يجب أن يكون هنالك اجتماع للكابينيت والتباحث في هذا الموضوع. وزير الطاقة الإسرائيلي أيضا كان قد رفض إدخال أي مساعدات إنسانية طبية تموينية وما إلى ذلك، وقال أن إدخال المياه ممكن أن يتم وفق اتفاقية السلام بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية. كذلك الحال وزير الثقافة والفنون وعضو كنيست آخر في داخل البرلمان الإسرائيلي الكنيست كانوا قد رفضوا إدخال أي مساعدات، وبأنه وكأنهم بذلك تحدوا الإدارة الأمريكية. لذلك وفق تحليلات عسكرية هنا تقول أنه لربما بلينكن عاد من جديد إلى إسرائيل لبحث تداعيات هذا الأمر وللتواصل إلى اتفاق مع الائتلاف الحكومي الرافض لإدخال هذه المساعدات الإنسانية. اللافت أنه منذ ساعات الصباح الباكر وحتى اللحظة التي نتحدث فيها هنالك ثلاثة تصريحات كانت قد صدرت عن مكتب نتنياهو، كلها تتحدث بذات السياق، وهي أن إسرائيل ترفض إدخال أي مساعدات إنسانية إلى داخل القطاع. تزامن هذا التصريح الأخير أو هذا البيان الأخير الذي صدر من مكتب نتنياهو خلال هذا الاجتماع بين نتنياهو وبلينكن، أي أنه لا مؤشرات ولا دلالات بأن سيكون هنالك تحسن في تردي هذا الوضع الإنساني من خلال السماح للاستغاثات الإنسانية بالدخول عبر معبر رفح. مكتب نتنياهو فقط أصدر هذا البيان من خلال أو منذ اللقطة الأولى ومنذ الدقيقة الأولى لاجتماعه مع بلينكن، هو أن إسرائيل بحالة حرب وبأنها ستجاهد طويلا حتى النصر، وهذا يدلل ويؤشر على استمرار الغارات المكثفة على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، على الرغم من تراجع بعض هذه الرشقات الصاروخية أو القذائف نحو الجنوب كما ذكرت يعني الزميلة منى. ولكن تساؤلها إذا ما كان هذا التراجع مرتبط بدخول أي مساعدات إنسانية، هذا هو مكتب نتنياهو عبر هذا البيان يفند أن هذه الرواية بأن يكون هنالك إدخال أي مساعدات إنسانية، ولربما بلينكن يعني بعد هذا اللقاء بينه وبين نتنياهو يخرج بقرارات جديدة، إما أنه يعني كان قد أقنع الجانب الإسرائيلي أو الائتلاف الحكومي بإدخال هذه المساعدات، أو أن الشارع الإسرائيلي والضغوطات التي يمارسها وزراء وأعضاء في الائتلاف الحكومي أيضا قد سرت على الإدارة الأمريكية التي أبدت تحيزها الواضح للجانب الإسرائيلي.